النهاردة عامل ماتش والله محترم في الرقابة في التغطية. سوريا هدف أول، هدف أول، هدف أول، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، والله زمان زلا للملك من جديد، ويسجل هدف روعة، هدف عظمة في عمر 37-38 سنة، بكامل التركيز بكامل السرعة، أي انطلاقة وأي اختراقة، وتشب عظيم عظيم عظيم، يسجل هدف رقم 196 الأكثر تهديفا في تاريخ الدوريات العربية على مر التاريخ ما بين عرب آسيا وما بين عرب أفريقيا. سيبستيان سوريا النجم الهداف يتقدم ولا يخاف، دائما مشتعل.